لما تكلمت عن في الفنجان السابق عن نظرية المؤامرة، كنت أحاول التمهيد لهذا الفنجان واللي بات من الضروري أن أدرجه لكي أشرح باستفاضة عن الشكل الإعلامي للاحتلال الصهيوني والذي يرتكز على عناصر متعددة، بعيدا عن خرافة الجيش الذي لا يقهر والتي أثبتت الأيام الماضية بأنها بالفعل خرافة، وأن الصيصان بارعون في ترويج الأكاذيب وتحريف الوقائع. جهز فنجان قهوة أو شاي حسب رغبتك، وتعال معي أنا فهد التميمي علشان نتكلم عن البعد الإعلامي للتضليل الغربي في تشكيل العقل الجمعي للوطن العربي وللعالم بشكل عام، والموضوع عبارة عن حلقات متتابعة. عشان تفهم الوضع الحاصل في غزة، من الضروري أن تراجع كافة منصات التواصل الاجتماعي وتراجع حسابات المؤثرين بين قوسين بكل تجرد، بدون حسابات الأكل والمطبخ وأفضل طريقة لإنقاص الوزن وفوائد السفر وتكبير المؤتمرات الحائزة على جوائز سوبر غريبة. في الإعلام هنالك أربع أسس تحدد التعاطي الإعلامي مع حدث ما: السبق الصحفي، الأهمية التسويقية، التأثير الجيوسياسي، والجمهور المستهدف. ولأن الزمن ووسائل التواصل الاجتماعي فرضت علينا ما يسمى بالمواطن الصحفي، فبات من العبث أن نتحدث عن السبق الصحفي في مسألة طوفان الأقصى وما بين التدفق الفيروسي أو الفيرال لمعلومات مضللة بحسابات عربية وإصرار المشاهير على أطباق اليوم. ضاعت أهمية السبق الصحفي، ولا تستغرب عزيزي إن وجدت حساب ديني مثلا يدرج محتوى عن فوائد ممارسة اليوغا في جبال الهملايا. الوضع بشكل واضح يذكرني بمنهجية داعش في تجنيد المقاتلين، والذي بشكل فاضح أي داعش يتم وسط سماح مريب من منصات التواصل الاجتماعي التي أزعجتنا بمعاييرها وسياساتها. ما يسمى بتنظيم الدولة استخدم ولا زال يستخدم أسلوب الإغراق الإعلامي، والذي يتم من خلاله قلب الحقائق وبشكل يشابه ما يمارسه الاحتلال الصهيوني سابقا وحاليا إن شاء الله بعد 100 سنة في فلسطين المحتلة. التشابه بين داعش والكيان الصهيوني المحتل ليس وليد اليوم أو وليد الصدفة، رغم تفاني وسائل الإعلام الغربية في ربط حماس بالحركة المتأسلمة أي داعش، وخصوصا في الأيام الماضية. هناك صورة نمطية يراد تعميمها وغرسها بشكل مستمر عن المقاومة، وهذا يجري للأسف بأيدي خليجية في بعض البلدان، وحتى عندنا في سلطنة عمان يوجد من بيننا من يرى أن المقاومة عميلة تابعة لبعض القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا، ويرى هذا الأمر جريمة ينبغي أن تتوب حماس منها. ما علينا، وأنا جهز هذا الفيديو مر علي تصريح محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عن حماس والذي تم سحبه، وهذا هو الأساس الثاني في التعاطي الإعلامي أي الأهمية التسويقية، والتي يمكن من خلالها فهم تصريح عباس وقبله بايدن وكل التصاريح التي تم التراجع عنها في الفترة الماضية، طبعا بعد أن أدت التصاريح المهمة التسويقية المطلوبة أو المهمة التسويقية المطلوبة. علشان نفهم الموضوع أكثر، خلينا ناخذ محمد صلاح لاعب ليفربول، واللي حسبها تسويقيا وليس دينيا أو عروبيا أو قوميا أو حتى إنسانيا. محمد صلاح مثله مثل معظم المشاهير يعتمدون سياسة فيليب كولتر الأمريكي رائد التسويق في العالم، طبعا أقصد الشكل الحديث للتسويق وليس تسويق المسكين الدارمي التميمي صاحب بيت الشعر أو قصيدة قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي. يمكن فهم الأهمية التسويقية للتصاريح والمنشورات في منصات التواصل الاجتماعي من خلال محمد صلاح بالتحديد، والذي لديه طاقم تسويقي محترف خريج المدرسة التسويقية الحديث. هذه المدرسة التي تميل للفائدة المادية أكثر من الفائدة المعنوية، ولو على حساب الفائدة طويلة المدى، لأنها تمثل العقلية الأمريكية. لو قام محمد صلاح، وأستبعد ذلك، بإدراج فيديو أو منشور يدعم فيه فلسطين هذه الأيام، سيكون أثره طفيف وراح يفقد الأهمية التسويقية لرمزية محمد صلاح بنفسه، والذي خسر بسبب نصائح فريقه التسويقي أكثر من ما كسب بصمته الغريب.
ومن الأهمية التسويقية إلى التأثير الجيوسياسي، والذي قسم التعاطي مع طوفان الأقصى إلى ثلاث أشكال واضحة. الأول مؤيد بشكل فاضح وواضح للتوجه الإسرائيلي، وبدعم وعتاد مختلف في الألسن واللهجات والقنوات، استضافة وتبني الرواية الإسرائيلية ومعاداة كل ما ينفي ذلك. الفريق الثاني هو الطرف الأضعف، أخواننا العرب الذين لا يزالون يتعاملون مع الأمر بشيء من البدائية، تشبه الحقبة الناصرية والعنتريات الصدامية والخزعبلات القذافية. لا أعلم لماذا يكره الإعلام العربي إلا فيما ندر أن يمارس عمله بدون الحنين إلى الماضي المظلم. بالطبع لا يمكن أن تمارس الحرب الإعلامية بسيوف خشبية بينما خصمك يستخدم السلاح النووي. الفريق الثالث الأغلبية الصامتة، المنطقة الرمادية، وهؤلاء بحاجة لفنجان آخر للشرح، ولكن فقط لنفهم أهميتهم علينا أن نرى ردود أفعال جماهير نادي سلتيك الإسكتلندي فقط لا غير. التأثير الجيوسياسي يرتبط بشكل كبير بالجمهور المستهدف، وهذا ما يعيه الاحتلال الإسرائيلي. فلا تستغرب دعم الهند وأوكرانيا وبعض بلدان أفريقيا للكيان الغاصب. الدعاية السلبية واختيار الجمهور المستهدف له أثر جيوسياسي. طبعا لن أتحدث عن المتصهينين العرب لأن الأمر يحتاج فنجان آخر سأعمل عليه وعلى رواقه، لأنه راح يكون بالصوت والصورة. مرة أخرى وأنت تشرب قهوتك في فنجانك وأنا معاك، فلندعو لأخواننا في فلسطين المحتلة بأن يشملهم الله بعنايته وأن ينصرهم على عدوهم، وأيضا أن نبتعد عن نظريات المؤامرة والترويج السلبي لأنها تشكل صورة ذهنية سلبية وخاطئة عن الأحداث الحقيقية. طابت أوقاتكم.